هذا وقد قام السيد الرئيس بتفقد أجنحة معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. مرحبا بسيادتك يا فندم. احنا المعرض السنه دي سيادتك كنت امرت السنه اللي فاتت انه يكبر شويه، عملناه 80 شركه عرضه امام حضرتك. هو هذا هو الجزء الخاص بالمشروع القومي للتنميه البشريه، وهي ببساطه هي رحله حياه الانسان من قبل الولاده، منذ ان يكون جنينا في بطن امه الى ان يتوصل الى مرحله عمريه مختلفه. فيما يخص القضيه السكانيه او القطاع الصحي، بنحاول ان احنا معدلات الانجاب تنزل، وزي ما قلنا لحضرتك في العرض معدل الانجاب الكلي وصل الى 2.5، وده اقل معدل انجاب، مستهدفين 2.1، لكن عشان يحصل كده بنحتاج نخفض الاحتياجات الغير ملباه. يعني كل سيده في اي محافظه تروح لعياده او تروح لوحده صحيه تلاقي فيه طبيبه موجوده جوه، وتلاقي فيه وسيله امنه وحديثه تقدر ان هي تستخدمها، ويكون عندنا توعيه وايضا وعي ثقافي من خلال رائدات الريفيات. لو خدنا الامور دي فقط هنقدر ان احنا نوصل ل 2.1 بيسر في خلال السنوات القليله القادمه. لكن مش بس كده في التنميه البشريه، احنا محتاجين في التعليم. احنا عندنا مشكله في الالتحاق في التعليم، سواء في عندنا تسرب من التعليم خصوصا في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. مع زميلي في وزير التربيه والتعليم بنحاول نشتغل على القضاء على التسرب من التعليم، نضمن ان كل المواليد في المرحله العمريه سن المدرسه، وبنشتغل مش بس في سن 6 سنوات، بنشتغل عشان يبقى في مرحله اللي هي قبل الدراسه اللي هي من 4 سنين ل6 سنين. وده هيضطر ان احنا مع وزاره التضامن الاجتماعي ومع وزاره التربيه والتعليم علشان ما يبقاش في حد قاعد في البيت لحد سن 6 سنوات. لو ان كل ما الطفل بياخد مراحل من التعليم قبل مراحل الدراسه الاساسيه، مستواه في الادراك وفي التحصيل بيبقى احسن، وده اللي احنا بنشتغل فيه. طبعا مع فكره ان يبقى عنده 10 سنين ويعرف يقرا ويكتب ويقدر يعمل عمليه حسابيه، كل دي امور بنشتغل فيها ببرامج مع وزاره التربيه والتعليم. بنتكلم مع وزاره العمل عشان تربط التعليم الفني ما بين المدارس التكنولوجيه في التربيه والتعليم والجامعات التكنولوجيه اللي سيادتك صدقت بيها، النهارده بنتكلم على اكثر من 12 جامعه تكنولوجيه، وعلى المنصات التعليم المهني في وزاره العمل. وزارة العمل معنية انها تكون بتقدر تربط ما بين التعليم الفني في المراحل التعليم الاساسي ثم التعليم الجامعي ثم الخريج اللي هو محتاج يتأهل لسوق العمل. كمان بنشتغل على نماذج الحماية الاجتماعية مع وزارة التضامن الاجتماعي علشان نقدر، وسيادتك صدقت لنا على ضم فئة من تكافل وكرامة ومن أعمال التشييد والبناء إلى منظومة التأمين الصحي الشامل أو منظومة التأمين الصحي، دول حوالي 8.5 مليون، علشان نقدر نرفع من متوسط التغطية الصحية على مستوى الفئات الغير قادرة، وطبعا انخفاض معدلات البطالة بين الناس. احنا عندنا بنشتغل بمعايير دولية شايفة مصر وبتقول لنا النقاط دي لو عملتوها بيحصل تحسن في مؤشر التنمية البشرية، وده من خلال طبعا يعني مجهود مع حوالي 10 او 12 وزارة بتشتغل في نفس التوقيت. احنا عملنا طبعا بتصديق سيادتك مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية، اللي احنا اشتغلنا عليها من 17 سبتمبر منذ اطلاقها الى الان، محققة ملايين من الحالات وعلى مستوى محافظات مصر كلها. ان شاء الله نقول لسيادتك في اللقاء في المعرض التاني. توجيهات معانيك بنوطن الصناعه فعلا. احنا دلوقتي انتجنا اكتر من 100 مستحضر كان بيستورد، وفرنا من الفاتوره الاستيراديه حوالي 300 مليون دولار، كمان بنصدر من اللي فاض ب 100 مليون. احنا دلوقتي السنه دي ان شاء الله في ادويه الاورام اكتر من 76 مستحضر ان شاء الله هينزلوا السوق المصري. عاملين زي ما علي الوزير ما قال في مصنع البيولوجيكال اللي هي الادويه العاليه التقنيه اللي سعرها عالي جدا، ام 50,060، احنا ان شاء الله هننتجها وهتبقى اقل حوالي 40% من السعر. كمان كل وسائل تنظيم الاسره احنا وفرناها محليا وب 40% من السعر، فاحنا يعني بتعليمات فخامتك. تعليمات، احنا عايزين الجوده اللي تخلي الناس. والله يا فندم اعلى جوده، بصدر ل 80 دوله وهم بييجوا يراجعوا علينا واكسبت كل منتجاتنا وبتوجيهات معاليك يا فندم. شرفتنا يا فندم.
الهيئة العربية للصناعة يا فندم الحقيقة بنشتغل معاها بشكل كبير، سواء بتوطين ايضا الصناعات المفاصل الصناعية بتوجيه من سيادتك ان احنا يبقى فيه زيادة في التصنيع المحلي او من خلال غرف العمليات الكبسولات الجاهزة او بعض الاجراءات بدأوا في تجميع وحدات الاشعة المختلفة باختلاف انواعها، طبعا بخلاف المصانع السرنجات ذاتية التدمير وكثير، وعربات الاسعاف برضو بتعليمات من سيادتك هيبتدوا عشان بدل ما نستورد يبقى عندنا اكتر من مجال ان احنا نصنع بيه عربات الاسعاف. المنظمات الدولية فندم بتشتغل معانا طبعا من خلال كل الهيئات التابعة للأمم المتحدة، هم هنا واخدين الجناح علشان ممثلين لكل الجهات المعنية بالأمم المتحدة، وبنشتغل معاهم في مبادرات كتيرة جدا سواء في برنامج أسرة أو برامج الخاصة بالتنمية تنمية الأسرة في مصر أو البرامج الخاصة بالتدريب والتأهيل للكوادر الصحية أو من خلال وحدات الرعاية الأساسية. يعني الحقيقة تواجدهم معنا متميز جدا من خلال كل الجهات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. شكرا. المبادرة اللي أطلقت يوم 17/9 سميناها بداية زي ما سيادتك صدقت لنا عليها، احنا عدد الخدمات المقدمة لحد دلوقتي حوالي 55 مليون خدمة، سواء من خلال خدمات للمرأة او ندوات توعوية او خدمات شبابية ورياضية او توزيع بطاقات تكافل وكرامة على مكانهم. وزارة العدل راحت معانا فتحت اماكن توثيق في كل محافظات مصر، بدل ما كان بيتحمل المواطن اعباء ان هو ينتقل الى بعض المحافظات، لكن قوافل طبية في كل مكان. ايضا الشركات الخاصة بالتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خدمات صحية في كل سواء خدمات متنقلة أو من خلال الوحدات الصحية أو من خلال أيضا المستشفيات، مواد غذائية موجودين في كل الأماكن. اشتغل معنا 9800 سفراء، فتحنا على موقع إلكتروني، تقدم ناس دخلوا معنا من الشباب اشتغلوا لحد النهاردة محققين نجاحات كبيرة جدا. احنا بدأنا بقالنا 38 يوم وشغالين في 27 محافظة، والحقيقة في تعاون كامل من كافة زمايلي المحافظين وكافة القطاعات التنفيذية في على مستوى المحافظات. ده جناح الوزارة. سيادتك كنت صدقت لنا على المشروع القومي للمدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية كأكبر نموذج، هيتعمل إن شاء الله في مصر من حوالي 4300 سرير في المنطقة اللي سيادتك اخترتها بنفسك في طريق العين السخنة أمام منطقة العاصمة الإدارية الجديدة، مكونة من 18 معهد طبي متكامل في كل التخصصات الطبية. سيادتك المدينة الطبية بتمثل جزء رئيسي طبعا في خطة الوزارة لتطوير الخدمات الصحية، وبتكون أو بتعتمد أساسا على تطوير السعة السريرية، عدد الأسرة اللي بتخدم المرضى. فمن خلال 18 معهد ومركز طبي ومستشفى تعليمي بتوفر 4300 سرير، بخلاف اكشوالي منطقة للريهابليتيشن والويلنس فيها 900 سرير إضافية، وعلشان كلهم مدعومين بمناطق مراكز للأشعة والتحاليل بتحتوي أحدث الأجهزة وأحدث المعدات الطبية. أيضا بتطور الخدمات الطبية على مستوى تأهيل الأطباء والكوادر الفنية من خلال منطقة فيها جامعة وكلية تكنولوجية ومعاهد تدريب، مدعومة بمراكز أيضا للمؤتمرات ومعامل أبحاث، بتستطيع تخريج حوالي 4000 طبيب وكادر طبي على مستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا. أيضا المنطقة كلها لأنها تحوي حوالي 23,000 عامل بيعملوا في المستشفى وفي المعهد، ففيها أيضا منطقة سكنية لخدمة كل هذه المنطقة، بالإضافة لمنطقة استثمارية وفندق. طبعا مركز بهذا الحجم هيبقى واحد من أكبر المراكز العلاجية والخدمات الصحية في العالم العربي، كمان هيجذب الكثير من السياحة العلاجية اللي بتتوافق مع خطة الدولة في هذا المجال. شكرا فندم.